شحال كتدخل ديال الربح في النهار هنايا كاع؟ تقول لي شحال كتدخل هذا؟ شي تهضر راه راسك، انا ما خرجتش الحركه راسي يدير صحاك. والله ما فيها والو، ما فيها والو بصح اصاحبي، توكل على الله دير النيات. وار وار دير النيات ويعطيك الضمير ديالك انت تقول هذا الهضره كاع. ها علاش؟ قول في الاسلام. لا لا حرقوا شي واحد، انا والله ما نتفك معاه انا، هذو خوتنا هذو. صح هذه ساعه ورقه افتحها افتحها صح انت باغي افتحها ما تخافش مال امك افتح يا سيدي راني صح انت افتح انت هاد الورقه غير افتح ما تخافش هذا ركول افتح شو اسمه فيها هاد الورقه افتح باغي افتحها ما فيها والو افتح انت صاحبي باغي افتح هاك باغي افتح ما فيها والو ما فيها والو افتحها صاحبي توكل على الله دير النيات وار وار دير النيات افتح انت انا ديا ما راح نريك كويس سيمو تبارك الله عليك. لا زيان لاباس شحال داير هاد الشين هذا؟ ياضا افتح هادي شوف واه ها ديال هاد الراية، راية هاديك ديال من؟ راية ديال فلسطين. واه شوف تسمى داك التطبيع اللي كان وقع بين الحكومة المغربية والحكومة الإسرائيلية. واه دابا بغيناك تحرقها، تحرق الراية ديال فلسطين. تحرقها؟ واه لا صعيب، الله ما تقدرش تحرقها صعيب. علاش؟ على الراية ما حرقهاش هذه اصاحبي، فلسطين خوتنا صاحبي وحبابنا، الله ما حرقوهاش اصاحبي، ما تقدرش نحرقها صاحبي. ها؟ ولكن دابا حنا ولاو خوتنا دابا الاسرائيليين، دابا فلسطين غير زايدة. ما نعرفهم انت خويا هادو، انا اسرائيل تقول لي انت ما نعرفهاش انا. المهم هادو بعد هذه خوتنا، انا هذه ما نقدرش نحرق هذه الراية هذه ما نقدرش نحرقها. ولكن دابا ما بقاوش هادو خوتنا، راهم ولاو خوتنا هما الاسرائيليين، دابا الحكومة المغربية دارت تتبع مع اسرائيل ولاو خوتنا. لا حكومة لا والو، نعرف عاش الملك ونعرف هادو خوتنا. خاطيني اسرائيل خاطيني شي حاجه اخرى، هذه خوتنا هذه انا الرايه ما نقدرش نحرق كاع. واخا نعطيك اللي عطيتي لا واخا تعطيني شحال كتدخل ديال الربح في النهار هنايا كاع؟ تقول لي شحال كتدخل اصاحبي شفت هذه الرايه اصاحبي، انا ما نقدرش نحرق راسي يدير. لا ما نحرقهاش ندور معاك. لا واخا تدور معايا ما نحرقهاش ترى ما بقاوش هادو صالحين حنا صافي نمشي. لا هذه هذه خوتنا هذو باش نفسر لك. شوف لا هذا اصاحبي انا ما نقدرش نحرقوه، هذا راه خوتنا هاد فلسطين هذا اصاحبي ما نقدروش نحرقوهم اصاحبي. دابا الحكومه دارت تطبيع باش نقدروا نسافروا حنا لاسرائيل، وين ان شاء الله غادي نمشي لاسرائيل حيت ولاو خوتنا دابا. اخويا انا ما نعرفش اسرائيل ولا نعرف الحكومه ولا نعرف. شوف غادي نعطيك ندور معاك وتحرق. لا اخويا واخا تدور معايا ما نحرقهاش ما نقدرش ما نقدرش نحرق هذا الاعلام، هذا الاعلام هذا. لا لا اخويا لا غير دي فلوس غير دي فلوس كاس. لا ما نحرقوش اصاحبي انا يعني شا. لا ما نحرقش الاعلام ديال سيدنا ولا ما نحرقوه بالله. ماشي ديال سيدنا ديال اسرائيل ديال اسرائيل ديال فلسطين. هذا خوتنا بحالنا بحالهم هذو خوت حنا وياهم ما نحرقوش. غير دي فلوس عطيك انا 100000 وما نحرقوش 50000. ها هي لا نعطيك انا 100000 اخويا وخليني نبيع ونشري بها 300 عندي وصافي تديها ولا؟ لا خوتنا هذو انا ما نحرقهم كاع. واخا نعطيك اللي عطيتك. لا واخا تعطيني الفلوس اخويا غير خلي الفلوس ديالك، انا نقدر نزيدك الفلوس ما نقدرش نحرق ذاك الاعلام هذا. اه هو هذا السيد كيشري علينا، واش تقدر تحرق هذا الاعلام؟ ديال من بعد ديال من هذا ديال هذا ديال فلسطين. ديال فلسطين تقدر تعرق على هذا خوتنا 50 فرنك اللي بغى يحرقوا 50 فرنك. لا ما تقدرش لا هذا ما يقدرش نيشان ما تخافوش ما فيها لا حبس لا والو فلسطين. لا حرقوا شي واحد انا والله ما نتفك معاه انا، هذو خوتنا هذو فلسطين. لا حرقوا شي واحد انا والله ما نتفك معاه انا، هذو خوتنا هذو. انا ما نبغيش عليها اخويا. دي فلوس انا نقدر نعطيك 50 باش تشري اخويا. ها الفلوس نقدر نعطيك الفلوس، ها هي الفلوس فين راه؟ المهم هذا ما نقدرش نحرق. شوف السيمو راه فلسطين خوتنا راك فاهمني باش ما يبقاش كذا منه الاسرائيلي هما اللي زايدين، اما فلسطين راهم خوتنا. دابا شوف هذيك اللعيبه الكحله اللي لهيه راه تور الكارطه. واه شنو هي هذه الكاميرا هذه؟ هذه غير تجربه اجتماعيه بغينا نشاركوا معها صاحبي. اه حركتها وكندمت والله الا اسكع حركتها كندمت والله انا ما عندي حاجه صاحبي والله ما زعما ما كانش لا والو اليوم الحركات خوتنا الفلسطينيين. الفلسطينيين ديما خوتنا يلا عاونونا بجيب عاونونا بجيب اصدقائي ياك هاني الفيديو الله يحفظك تحياتي سيمو تبارك الله عليك كي داير مزيان شي ولاد شي مليح ياك هاني نريحو بقى معليش اخويا صح هاد الوريقة سيمو ربح شوا هذا ديال فلسطين. واه شوف هاي البريكة غادي تحرقها عرفت علاش؟ علاش؟ حنايا دابا ولاو خوتنا اسرائيل يا واه دابا حنا بغينا نتسناو مع فلسطين اللي ما بقاش محسوبه وكدير لنا الضجيج في اسرائيل. حنا دابا اسرائيل خوتنا درنا معاهم التطبيع فهمت؟ ايوا دابا بغينا نحرقوها. ويعطيك الضمير ديالك انت تقول هذه الهضره كاع. ها علاش؟
تغرد انت عندك قدام تقول هذه الهضره هذه نحرقوا فلسطين ويعطيك خاطرك انت خاقان نقولها لك خاقان انا نبغي انت تبغي ولكن ما بقاش محسوبه فلسطين احنا دابا خوتنا الاسرائيليين شكون اللي قال لك ما محسوبه ها؟ شكون قالها؟ ايوا راه دارت تصبيح الحكومه المغربيه دارت تصبيح قلعتوها قلعتها من التاريخ انت؟ ها؟ قلعتها من التاريخ ولكن شوف الحكومه المغربيه اعترفت باسرائيل ما اعترفتش بفلسطين احنا كنتبعوا الحكومه ديالنا اعترفت باسرائيل حتى فلسطين راه معترفين به شكون اللي نكر فلسطين؟ ولكن حنا خوتنا هذوك اسرائيليين وباغي ان شاء الله غادي نمشي عندهم ان شاء الله المهم هي تحرقها باش نتهناو منها لا خويا ما نقدرش نحرق الرايه ديال فلسطين علاش؟ خوتنا هذوك المسلمين وحنا خوتنا راه خوتنا هما الاسرائيليين اصاحبي كيعانيو مناش غادي يعانيو راه كيعانيو مساكين راه ما فوقاش هما كيعانيو نوضو حنا نحرقوا الرايه ديال فلسطين ما فيها والو فيها خويا غادي تسمح لي اخويا انا ما نقدرش ندير هذا الشيء هذا نخلصك وتحرقها لا ما تخلصني واخا تعطيني مال الدنيا كاع كاع واخا نعطيك لا عطيتك 100 درهم ما كنبيعش راسي انا ولي هذا راسك هذا اكتب غريبي دابا تقول لي انت نعطيك الفلوس باش يعني بحال اللي كتشريني انت ها باغي تشري الضمير ديالي انت ما خسر والو ها بريكه وتحرقها دي 100 درهم كاع ما خسر والو راه كنخسر الضمير ديالي وشمو دابا الحكومه المغربيه اعترفت باسرائيل وانت باغي تجي تضم والو ماشي تضم ولا انا ما نقدرش نحرق الرايه ديال فلسطين واخا نعطيك اللي عطيتك صافي عطيني اللي وشمو فلسطين شمو كتحسبها انت ما عادش نقدر نوصف لك هاد الوصف خوتنا خوتنا شوف شوف ديك المرة اللي دايزة ليها كاميرا قول نفسك شوف شي كلمة للكاميرا اي والله نصر فلسطين ونصر الاسلام هذاك الشيء اللي كاين هما خوتنا ها كان بغيت نقش براهم يبقاو يفهموها غلط ولا هكذا هذاك الشيء اللي كنت ياك الفيديو هانية ايوا هانيه هانيه الله يحفظك ايوا مازال ما كاينش شي شي ها باش بيه شي شي ضروري ما يمانش كاع ايوا معليش ما جات على خاطر هادي تحياتي السلام عليكم باش ما يفهموناش غلط خوتنا الفلسطينيين هما راهم خوتنا في قلب واخا الحكومة المغربية دارت تصبيع دارت تصبيع غير حسب الصخرة باش نديو الصخرة يعني غير قالب باش نديو هاد الصخرة ولكن الفلسطينيين كتبقى تقولوا كي جميع المغاربة ها انتم دابا كيما شفتوا في الفيديو واخا مشينا عند اي واحد عطينا 50 واحد السيد عطينا 50 قلنا له دخل هاد الراية هادي ما بغاش ياك لا فلسطين خوتنا باش تعرفوا المكان ديال الفلسطينيين في القلوب ديال المغاربة هادي مجرد جريمة اجتماعية درنا نعرف نشوفوا اسمه الداخلي ديال المغاربه واش كيبغيو فلسطين ولا ما كيبغيوهاش وهذا الشيء اللي كان شويه يجي في بنادم بقى كيكومونتي ويسب وكذا ويخسر شويه بكل شويه ودي راك تطيح من الفلسطينيين ولا انت راك ضد الفلسطينيين ولا انت راك مع الاسرائيليين لا حنايا مع الفلسطينيين هذه مجرد تجربه اجتماعيه درناها باش نشوفوا المغاربه واش مع فلسطين ولا مع اسرائيل والسلام عليكم